حادثة تلو أخرى تشهدها مصر تؤكد انتشار حالات العنف ضد النساء خاصة من قبل الأزواج لزوجاتهم. قصة اليوم تختلف عن سابقاتها بسبب توثيق الاعتداء بفيديو وأمام أعين الجميع. انتشر مقطع مصور يظهر اعتداء عريس على عروسه في يوم الزفاف، نعم في يوم زفافهما بمحافظة الإسماعيلية. الاعتداء تم بعد خروج العروس من مركز التجميل، فقد وثق الفيديو لحظات اعتداء الزوج عليها بالضرب أمام أعين الحاضرين. وقعت العروس بعد ذلك على الأرض، ولكن ذلك لم يوقف الاعتداء عليها، بل حاول العريس حملها ليستمر مسلسل العنف حتى تم إدخالها إلى السيارة بالقوة بعد ذلك. لم تتحدث العروس بأي تصريح صحفي منذ الاعتداء عليها، لكن بحسب مواقع إخبارية محلية قامت العروس بتحرير محضر في قسم الشرطة، لكن سرعان ما تنازلت عنه. ليخرج بعد ذلك الزوج وأهله يحتضنان العروس ويدعون بأن العروس قد فقدت الوعي، وأن العريس كان يحاول إفاقتها، وأنه لا توجد خلافات بينهما. اسمه كاميرا حديث كذاب، حديث كذاب. ما صدقش اسمع ليه، عشان اسمع ليه بقى مش عارف يا باشا. اسمع ليا، اسمع ليا، ما تسمعش. وبعدين اللي فاكر في حاجه يجي ياكل الحمامه دي. حزب الله ونعم الوكيل، بليش ما تحدى ويفرح بحد عشان مش عارف الكلمه تقلب. ايه يا باشا، احنا صعايده، عيب غلط الكلام اللي هتقولوه ده. ده كانت عايزه شويه ميه بسكر بس واغمى عليها وفوقها عريسها. الحادثة أشعلت مواقع التواصل في مصر. هنا تعلق مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، تكتب: يا راجل، الرجال لا يضربون النساء، يا راجل بتضرب مراتك وهي بفستان الفرح، يا راجل بتضربها في الشارع وقدام الناس، يا عروس انت عملت صلح، بس افتكر الصلح مش خير خالص في حالتك، مش هنستغرب ابدا انه يتهور عليكي ويقتلك او يضربك امام اولادك او في الشارع تاني وانت معاك الولاد. ان غياب التربية والاحترام والمروءة هم بداية انهيار الأسرة. اما هنا فوفا تكتب: احنا مالنا باللي حصل بعد كده، احنا لينا اللي شفناه والضرب اللي خدته العروس واخت العريس اللي بهدلتها، وكانت عماله تقول لاخوها اقتلها، والعروسه كانت عماله تحاسبن عليهم، والله ربنا ينجدها منهم. اما دكتور حسن سند وهو عميد كليه الحقوق بجامعه المنيا يقول: اعمال البلطجه في الطريق العام ليست فيها مجال للتصالح ولا تخضع لرغبه الزوجه مطلقا، وقد تاذى منها الشعور العام ونفرت منها الانفس السويه، وهي في كل الأحوال مستحقة للعقاب. أما هانم الكرداسي، أخت زوجها بتضرب معاه، يمكن خايفة من الفضيحة أنها تمشي يوم الفرح، وللأسف هتفضل خايفة طول العمر، خايفة منه ومن الناس، وخايفة على أولادها وعلى شكلهم قدام الناس. التمن غالي قوي. طبعا هناك شاهدة عيان روت تفاصيل الاعتداء أثناء وجودها بمركز التجميل الذي كانت فيه العروسة. طلعت هي دوبك قفلنا الباب وراها وزغرته وخلاص، نزلت من على السلم، من السلم لحد تحت في الشارع سويت. يعني انا اللي عرفته كمان من البنات اللي تحت ان هو كان نازل بيجرجرها اصلا على السلم. وبعدها بقى في الشارع كنت ببص من الازاز، لقيت بقى العروسه تحت وهو نازل فيها ضرب في الشارع وعمال يدخلها جوه العربيه، هي هو واخته تقريبا، يعني عشان برضه ما اعرفش هي مين بالظبط، بس هي تقريبا اخته، وعمالين يدخلوها في العربيه وسويت سويت سويت، وهي عماله تصوت ووقعت في الارض وحاله هستيريه. النائب أمل سلامة وهي عضو في لجنة الإعلام بمجلس النواب كانت قد تقدمت بتعديل لتغليظ عقوبة ضرب الزوجات. التعديل على المادة 242 ينص على حالة الضرب أو الجرح من قبل الزوج لزوجته، كانت العقوبة الحبس الوجوبي مدة لا تقل عن 3 إلى 5 سنوات ولا تزيد طبعا عن 5 سنوات. تقول سلامة إن التعديلات تهدف إلى الحفاظ على الأسرة وحفظ حقوق المرأة، لا سيما أن أغلب حالات الطلاق ترجع إلى ضرب الزوجات، وخصوصا أن 86% من الزوجات يتعرضن للضرب بطريقة
بأخرى. وفقا لتصريحات سلامة وآخرين في مجال حقوق المرأة، تتعرض نحو 8 ملايين سيدة سنويا للعنف على يد أزواجهن أو خاطبهن وأحيانا في الشارع. مشاهدينا، معنا عبر سكايب من الفيوم أخصائية الطب النفسي والإرشاد الأسري الدكتورة خلود زين. مرحبا بك دكتورة خلود. هذه الليلة التي عاشتها هذه الفتاة في الإسماعيلية تسمى ليلة العمر، هل رأيت في هذا الفيديو ما يوحي بأنها ليلة العمر أم أنها ليلة الكابوس، يعني بالمسمى المطلق لهذه الحادثة؟ بداية بس تعديل، مش طب نفسي، أخصائي نفسي، ده تعديل. بسم الله الرحمن الرحيم. الموضوع طبعا من امبارح موضوع منتشر على السوشيال ميديا وعامل قلق. القصة بسبب انها قصة شاذة او قصة غريبة، مش الغريب العنف، لا، العنف الأسري موجود، يعني موجود وفي حالات كتيرة جدا بتيجي. الغريب انها البدايات، يعني البدايات دائما بتكون بدايات جميلة، هي اللي بتشفع لكل اللي بعد كده، يعني بتشفع للي بيحصل، بيشفع للأزمات، بتشفع للعنف، بتشفع. طب انت ازاي تعلقي يا دكتورة على يعني الفيديو الذي ظهر بعد ذلك، وأن أسرة العريس والعريس نفسه يعني بدأوا بحالة ترضية مع هذه العروس، هل برأيك هذا يشفع أو يكفي أم ماذا؟ لا، لا يكفي، لا يكفي، لأن الضرر النفسي اللي وقع عليها هيفضل كسر فيها طول العمر، هيبقى فيه شرخ نفسي، لأن أنا زي ما بقول إن البدايات المفروض إن هي بتبقى بدايات موفقة أو بدايات جميلة، أو بيبدأ السطر الأول. إذا كان السطر الأول فيه تاريخ الحياة الزوجية فيه عنف، وعنف بهذا المنظر، وعنف على الملأ، يعني هي على الملأ كله، ممكن الطردية دي تكون بسبب إنها راحت عملت محضر، فالمحضر ده ممكن يؤدي إلى سجنه، فهو بيشفع لنفسه أو علشان ما يوصلش لنفسه لقضية، وفي نفس الوقت ممكن يكون ده سلوك طبيعي، وأنا أعتقد إن هو سلوك طبيعي وحصل أكتر من مرة. طيب دكتورة خلود، يعني ربما هذه الحادثة إلى أي مدى أظهرت المسكوت عنه؟ يعني ربما يكون الزواج يمر أو يوم العرس يمر طبيعي، ولكن نتحدث عن إحصائيات تتحدث أن 86 من النساء المصريات قد تعرضن للضرب على يد رجالهن، أزواج، خاطبين، ما إلى ذلك. 8 ملايين سيدة تتعرض للعنف، هذه أرقام مخيفة في مصر. أرقام مخيفة، لها أسباب عديدة، يعني العنف الأسري لو تكلمنا عنه وتكلمنا عن أسبابه ليه أسباب كثيرة جداً، واصبح هو السائد، يعني اصبح الحاجه السائده. لماذا مسكوت عنه؟ مسكوت عنه لان في حياه زوجيه، لان في اطفال وفي اولاد وفي حياه. مسكوت عنه لان ما فيش سند او ظهر للمراه، يعني المراه ليس لها ظهر او سند، او تفكير المراه ان هي حتى لو وصلت بزوجها لقضايا فهي في اولاد وابناء وسمعه الابناء وسمعه الاولاد. دكتوره خلود، اتحط قوانين رادعه، ولكن ما فيش حد بياخد القوانين دي، او ما فيش حد بينفذها، او ما فيش سيده يعني تجرؤ او بتحط نفسها انها ممكن تعمل قضيه. والدليل على كده ان العروسه دي ليس عندها ابناء، ما عندهاش ابناء، لسه في البدايه، وتنازلت عن المحضر. دكتوره خلود زين، اخصائيه الصحه النفسيه والارشاد الاسري، واعتقد انك اخصائيه الارشاد الاسري، اشكرك جزيل الشكر على المشاركه معنا في ترندنج. شكرا لمشاهدتك ترندنج، سنسعد باشتراكك بالقناة ومشاركتك لقصصنا وإعجابك بها وتعليقك عليها.